يا سيدي، اليوم نتحدث عن تغلغل في معبر رفح، نتحدث عن اجتياح ممكن قريب، وهذا ما يلوح به الكيان المحتل لمدينة رفح. نتحدث عن غلق معبر رفح، معبر كرم أبو سالم، مفاوضات في القاهرة بحضور كل الأطراف. تل أبيب التي رفضت الحضور في المفاوضات السابقة تحضر، يعني حاضرة اليوم. الساعات القادمة ماذا يمكن أن يحدث فيها؟ يعني لوين ماشية البوصلة دكتور؟ والله أنا حسب رأيي كل الأزرار في يد الرئيس الأمريكي جو بايدن. المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية قالوا نقبل بوقف إطلاق النار، مش هدنة. فرق كبير بين هدنة، لأن الهدنة اتفاق ضمني أن القتال سيستمر، لا، إيقاف القتال نهائيا على الأقل في هذه الجولة، يعني لمدة سنوات. الفصائل الفلسطينية عربت عن موافقتها وقالت الملعب الكرة في ملعب يعني الكيان الصهيوني. إذا أنا أقول كرة في ملعب جو بايدن والبيت الأبيض، هل يلزم الكيان الصهيوني؟ يا سيدي يلا عملت الحركة المسرحية وعرفت ورفعت علمك على معبر رفح، لأنه لم يدخل رفح، أزقتها وشوارعها يعني ثم 1.5 مليون في رفح لم يدخلها، لكن على المعبر قمت بشيء رمزي لغرورك ولإرضاء اليمين الفاشي النازي المحيط بك من بمديه لسموتريتش، وربما كالانتخابات قادمة حتى لا أقول لك رئيس منهزم، وهو منهزم لأن العسكريين انهزمت. إذا يوقف هذا القتال بما أن المقاومة وافقت على وقف إطلاق النار، والورقة كما قلت هي صحيح مصرية قطرية، لكن بالتأكيد أمريكية. المفاوض الأمريكي واضح على فكرة، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA زار القاهرة وزار تل أبيب وزار الدوحة، ماشي جاي، والآن يعني يتحدث هذه الأيام الأخيرة. إذا الكرة بالنسبة لي في ملعب جو بايدن وليس في ملعب كيان سوني. لو أراد إلزام هذا نتنياهو بإيقاف إبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني فلديه أزرار كثيرة جدا يضغط عليها وينتهي الأمر. واضح. اعطيني قديش التصويت بالنسبه للدكتور رياض السيداوي. قبل ما نسلم عليك دكتور، نحب نسلم على كل من تابعنا الليله من تونس، غزه، فلسطين، الجزائر، المغرب، ليبيا، موريتانيا، اليمن، سلطنه عمان، فرنسا، ايطاليا، السويد، المانيا، بريطانيا، اسبانيا، النمسا، الاردن، العربيه السعوديه، السودان، هولندا، سويسرا، كوريا الجنوبيه، سوريا، العراق، البرازيل، كندا، الولايات المتحده الامريكيه، لبنان، والبحرين. شكرا لكل من تابعنا، كما نقول لكم هنا تحت كل سماء وفوق كل ارض. شكرا اللي تابعوا فينا على موجات الاثير من كل الولايات في الجمهوريه التونسيه. دكتور رياض السيداوي شكرا ليك. شكرا جزيلا. شكرا دكتور رياض السيداوي، تحياتي لك استاذنا. شكرا كما قلت لكم لكل من تابعنا، نتلقى غدوه في عالم مسؤوليتك.